الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نمضي وإياكم في سلسلة يسألونك. رمضان شارف على الانتهاء، نحن نأنس بهذه الأيام، أسأل الله عز وجل أن تكون أيامنا أيام طاعة وقرب من الله عز وجل. اليوم السؤال، الشباب فيما بينهم يقول أحدهم على وسائل التواصل لصديقه وصاحبه: تعال نذهب إلى السوق. السوق معناه هو المكان الذي يجتمع فيه الناس ويتبادلون التجارة، المحلات التجارية. والآن السوق ما عاد صار بمصطلحه القديم، نحن كنا نعرف السوق سوق الحميدية، يعني الإنسان يذهب في نهاية السوق إلى المسجد، بيروح آخر شيء يدخل إلى مسجد بني أمية الكبير فيصلي لله عز وجل ويزور نبي الله يحيى ويزور صلاح الدين الأيوبي. هكذا كان السوق، حتى السوق مدحت باشا كله مساجد يمنة ويسرى. الآن صار السوق هو المكان الذي يجتمع فيه الناس. بس في شغلة بيعرفوها التجار يعني أكثر منا، ولكن يعني أصدقائنا التجار يقولوها لنا يعني همسا: 60% من الذين يأتون إلى الأسواق لا يشترون. لذلك نذهب إلى السوق من أجل أن نضيع الوقت، نذهب إلى السوق ربما البعض من أجل أن يرتكب المعاصي. لذلك يعني جعلته سؤالا ومررته في هذه السلسلة: الشباب تعال نذهب إلى السوق، المكان الفلاني والمكان الفلاني، ونحن في أزمة ونسأل الله أن يفرج أزمتنا. والأيام القادمة هي أيام أسواق، صار السوق معناته في الكلمة المصطلح الأجنبي هو المول، المكان حتى في الحر الشديد يوم يكون الحر درجة الحرارة 50 هو مكان مكيف ويذهب إليه الشباب ويجلسون ويضيعون من أوقاتهم. تعال نذهب إلى السوق. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما دخل المدينة المنورة بدأ بالمسجد. أنا ما بدي إنه الناس تأتي إلى المسجد يعني في كل ساعة وفي كل دقيقة، تأتون إلى المساجد لما يكون في علم ويكون في معرفة ويكون في يعني درس وتكون في فريضة صلاة، لكن أن تصبح ثقافة أن نذهب إلى السوق. كان السوق في ذهنية الإنسان العادي هو مرة في الشهر، مرة في الشهرين تذهب لتشتري قطعة قماش فقط، تذهب لتتبضع من الأشياء كل شهر مرة. الآن السوق، المرأة تقول لصديقتها نذهب إلى السوق، معناتها كل ما رحنا على السوق في نكبة من النكبات التي سببها دفع المال من غير حاجة. لذلك أول وحدة إخوانا الكرام، يجب عدم الذهاب إلى السوق إلا إذا كنت محتاج، يعني في غرض حقيقة بدنا نروح نجيبه. أنا ما حلك لا تروح السوق، بالعكس الإخوان التجار بيزعلوا، اذهب إلى السوق، ولكن إذا كنت تريد شيء، في شيء محدد، نذهب من أجل شراء هذا الشيء ثم نذهب قافلين راجعين. خلينا نشوف هاي وخلينا نشوف هاي، وهذا كله من التعلق بالدنيا وزيادة التعلق في الدنيا، وأن يشتري الإنسان ما لا يريده. وهذه هي سياسة التجار في هذا العصر، الإغراء في الشراء، بيحط لك منتوجات بيعمل لك عروض، وخاصة في شهر رمضان.
هلا بالنسبة للشباب وبالنسبة للفتيات وبالنسبة حتى لنا، يجب أن يكون هناك مكان آخر. يعني لما امشي للمكان الفلاني، سوق الفلاني، لا لا لا، أنت هلا ضايق خلقك، في هناك بدائل. هلا ديك اليوم كنت عم احكي مع أحد أخوان الكرام، حكيت عن أسوة حسنة عن الشيخ بدر الدين الحسني. طيب نحن أهل الشام، في واحد من بيناتنا راح زار الشيخ بدر الدين الحسني؟ عندك نظام مثلا إداري تقوم بجولة إلى هؤلاء الصالحين؟ ذكر أولادك، روح خذهم على مسجد بني أمية، شوفوا الآن مسجد بني أمية البارح أناروا بهذه الإنارة جزاهم الله خيرا. يعني روح أرجيهم صلاح الدين، اذهب وزور الصالحين، نبي الله يحيى. ما من زائر كان يأتينا إلا ويقول لي خذوني إلى مسجد بني أمية. نحن مسجد بني أمية منا سمعانين فيه غير بالاسم وبالكتب. أنا بتحداكم تحدي الآن، 50% من الحضور ومن المستمعين أنه ما لهم زائرين مسجد بني أمية. تحدي. ليش؟ ما لنا رايحين. هي بدائل عندنا في الشام. هذه الشام بلد الخير. في الشام وحدها 300 صحابي من أصحاب رسول الله مدفونين في هذه الأراضي. هي بدائل. طيب ما بدنا نحن إنه من الناحية الدينية وكذا، في عنا بدائل. الإنسان إذا كان ضايق خلقه، السوق ما له بديل، المعرفة بديل. المعرفة، عود اجلس اقرأ طالع، اذهب وصل الأرحام، فتش عن ساعة تخلو فيها مع نفسك لتحل المشاكل، انظر إلى جسدك إن كان بك علة. صدقوني امبارح واحد سلم علي، لك لا يبلغ من العمر 35 سنة، لا يبلغ، يعني أسنانه، يعني لما رأيته يعني حزنت عليه، خريطة شيء انكسر، شيء من الدخان طبعا. يعني طب هلا هل نظر إلى نفسه؟ نظر إلى نفسه أنه شلون هيك مع زوجته مع أولاده؟ طيب هناك بدائل عن الأسواق، يجب أن ننظر إلى أنفسنا وإلى من حولنا. ما خذوني على السوق. السوق شو معناته هلا بهاليوم؟ السوق هو الأرجيلة، السوق هو المكان الذي نجلس فيه ونشتري فيه طعاما أو شرابا نحتسيه مثل ما بيقولوا على الماشي. برجع الواحد بده 4 أطباء أخصائيين، كل واحد بيناتهم ضليع في اختصاصه حتى يخلص من الأكلة اللي أكلها. كل ما نذهب إلى طبيب من أجل مراجعة من أجل الأولاد، اللي أستاذ أخذهم شيء على السوق ونطعميهم، يعني هدوة ما يزعلوا أخواننا اللي في الأسواق. الأسواق هي أماكن محددة لشراء بضاعة، وليس لأن نجلس وأن نقضي الساعات الطوال. معقول هلا إنسان أو امرأة تذهب هي وابنتها من بعد صلاة التراويح ساعة 10:30 تصل فيها زوجها الساعة 3، والله لساتنا في السوق. أي سوق هذا؟ أي سوق؟ إنسان يذهب ويشتري حاجة ويعود قافلا. أحب البلاد إلى الله مساجدها، المساجدها كلها مو مسجد واحد، وأبغض البلاد إلى الله شو؟ أسواقها. وين رايح؟ على السوق. وين جاي؟ من السوق. هلا إذا كنت تشتغل بالسوق ما في مشكلة. طيب هلا أنصحكم هيك نصيحة، هلا أنت بدك تروح على السوق، خذ معك مبلغ مالي، قديش حقها؟ 15,000 ليرة. خلص هدول اللي كان معهم كروت ومبلغ مالي مفتوح بروح برجع بلاهم. هلا بالبلاد الأخرى اللي مفتوحة فيها هاللي بسموها الكريدت والفيزا كارد، ما بيعرف شو عم يشتري المسكين. آخر شيء فاتورته بيبعتوا له إياها آلاف مؤلفة من شو؟ شيء ما له طعمة. نحن ديننا دين الاقتصاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عال من اقتصد. ما عال يعني ما افتقر من اقتصد. هذا اليوم الدرس للأمهات، الأخوات، وحتى للشباب. شو بتقلي رايح على مول؟ المول إلنا المول. اللي رايح على مكتبة، على معرفة، رايح زور عالم،
صدقوني في العيد الماضي رحت زرت هيك أستاذ من الأساتذة الكبار يعني اللي بده يخلدهم هالبلد يعني الله يطول عمره. قلت لحالي هذا العيد، هذا هو العيد، هيك كنا نعرف العيد. هلا بكرة أولادنا يجي واحد ما شاء الله المال ميسور، لا تقولوا بأزمة الناس يعني الحمد لله مع خير، تجي هذا معه 25,000 و 50,000 والذين يترصدون الشباب والأي سحب المال ما في أكثر منهم، وينهم؟ راحوا بلعون الهوى. طيب كل هذا من الذهاب إلى الأسواق. لذلك شيء عملي ما حنقدر أنه نحن نسيطر على أولادنا بكل المستويات، صاحبهم في الذهاب إلى السوق، روح له حنروح إذا كان في يعني شيء معين ضمن حكمة الآباء. أما شعار لنذهب إلى السوق هذا ليس لنا، شعارنا لنذهب إلى المسجد، لنذهب إلى المكتبة. عندنا مكاتب موجودة في دمشق ليس لها نظير في العالم ولا في الوطن العربي. أرجيني هلأ مين برحلة تلاقي زلمة عمره 60 سنة من اللي متخرج من 40 سنة، رجل يحب المعرفة ويحب الشعر ويحب اللي وينهم؟ وينهم أولادنا؟ أين أولادنا؟ لنذهب إلى السوق. السوق صار من أجل ضياع الوقت ومن أجل الغاديات، يعرفوا أنه في فتيات وشباب ويتعاكسون فيما بينهم. إن شعارنا روح على السوق ما في، لو تعال بابا الله يرضى عليه. نحن من الروح نصل للرحم، نروح لمكان معرفة. الآن مركز قيم طيلة العام فيه محاضرات، فيه أشياء توعوية، قل له تعال نذهب إلى المعرفة، تعال نذهب إلى مكان العلم والعطاء. أنا أقول لا مانع أن نذهب إلى السوق، ولكن إذا حددنا الشيء الذي نريده. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إن شاء الله ربي عز وجل بيجعل أيامكم كل أيام خير وبركة وعطاء. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.